مظاهرة اللادينيين الناطقين بالعربية يوم 22 فبراير 2022. أنا وأنت وأنت معاً في مظاهرة لنقول نحن هنا. سأتظاهر بضغط رابط على الإنترنت، وأنتم أيضاً يمكنكم أن ترفعوا صوتكم وتقولوا نحن هنا. هننشر رابط الدخول للمظاهرة أول ما تدخل الأرض يوم 22 فبراير بتوقيت نيوزيلندا شرقاً. وسيستمر موقع المظاهرة في احتساب أعداد المتظاهرين إلى آخر دقيقة من يوم 22 فبراير 2022 بتوقيت ألاسكا. ضغطة واحدة على رابط لموقع المظاهرة نعلن بها عن حقنا في الوجود والحرية والحياة. إنك تضغط على الرابط وتدخل الموقع وتختار بلدك. جه الوقت وتقول لهم أنا موجود. لن تحتاج لتسجيل اسم أو رقم موبايل. لن نطلب أي بيانات. سلامتك تهمنا ونضعها أولويتنا. بمجرد الضغط سيتم احتساب صوتك كمشارك في مظاهرة اللادينيين الناطقين بالعربية. انشر في كل مكان، تكلم مع من حولك ليصل الخبر عن مظاهرتنا للجميع. الهدف ديال هاد المظاهرة الافتراضية هو التعبير على وجودنا، أننا كاينين. برع للحملة عشان الفيديو يصل لأكبر عدد من اللادينيين اللي عايشين خايفين في السر. كل ما تريد معرفته من معلومات ستجدها في الرابط في صندوق الوصف. أننا موجودون وبقوة، فانضموا إلينا. شارك في المظاهرة الإلكترونية ليعلو صوتك معنا ونقول نحن هنا.